طيب بصوا يا جماعه، يعني دايما اغلبيه الناس بتحب الاكل والشرب والكلام ده كله، واحنا دايما اكتر حاجه يعني بتوصل بيها لقلب الراجل هو معدته، وقلب الست على فكره. وقلب الست برضه، بس دايما الرجاله هم يعني بيحبوا الاكل بشكل اكتر. يعني في ابلكيشن جديد، يمكن ابلكيشن لسه لاول مره يعني بيتنفذ، من شاب مصري اسمه احمد صقر. احمد صقر فكر ان هو يعمل ابلكيشن. الابلكيشن ده ممكن عليه بعض المطاعم المختلفه وكل بقى الحاجات اللي انت بتحبها، لكن بالتقسيط. الموضوع هنا مختلف، انت ممكن تطلب البيتزا بتاعتك، ممكن تطلب الاكله بتاعتك اللي انت بتحبها والمفضله ليك، لكن بالتقسيط لمده محدده. حلو قوي. يمكن هو الابلكيشن ده اسمه جود فود، يعني فكره ظريفه قوي انه ممكن حد مثلا اخر الشهر بقى مزنوق، بعض الناس اللي ممكن ما يكونش عندها مقدره ماديه ان هي تقدر تشتري كل الاكل اللي نفسها فيه او كل الاكل اللي هي حابه انها تجربه، ففكره لطيفه قوي ان انت ممكن تجرب كل انواع الاكل اللي انت حاببها. فكره ان انت ممكن طول الوقت او طول الشهر تقدر تاكل في المكان اللي انت عايزه وتقسط، يعني تدخل تطلب بيتزا مثلا وتقسط بقى. مش عارفه فكره التقسيط هتبقى ماشيه ازاي، يمكن ده هنعرفه كمان شويه على التليفون من خلال احمد هيحكي لنا بقى اكتر ازاي ممكن ان احنا نقسط، او طريقه التقسيط دي نفسها ايه، او ممكن حتى النوعيه بتاعه الاكل، هل بتشمل كل حاجه ولا لا، اكل حلو بس، اكل حادق بس، هنعرف كل ده. جود فود هنعرف بقى من احمد اكتر ان شاء الله بعد الفاصل، معانا هيكون في مداخله عشان نعرف ازاي ممكن نقسط الاكلات اللي احنا بنحبها. خليكم معانا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أبليكيشن جديد أسسه أحمد صقر، وهو أبليكيشن جود فود اللي تقدر من خلاله أن أنت ممكن تروح تاكل أو تطلب أي أكل أنت حابه ولكن تدفع بالتقسيط. إحنا دلوقتي معانا على التليفون أحمد صقر مؤسس الأبليكيشن ده، هو معانا كمان هاتفين من ألمانيا عشان يحكي لنا بقى تفاصيل أكتر. يا أحمد أهلا وسهلا. إزيك يا أحمد، عامل إيه؟ الحمد لله تمام، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. احكي لنا بقى كده فكره الابلكيشن دي جات لك ازاي وبقالها قد ايه؟ هو احنا الفكره بدات من شهر اكتوبر اللي فات، وكان ده يعني قبل بدايه ازمه الكورونا، واحنا كنا شايفين فرص موجوده يعني عالميا في المساحه بتاعه التمويل متناهي الصغر والبيع بالاجل، وشايفين تجارب نجاح بتحصل في مناطق اخرى من العالم، وفي نفس الوقت كان في بعض الدراسات وبحوث الاسواق اللي بتقول ان السوق في مصر واعد جدا في المساحه دي من الحلول الماليه جدا. فبدانا التركيز ونشوف ايه المقاومات اللازمه عشان نقدر نعمل الابلكيشن مناسب للفكره. وبعدين جينا في شهر فبراير بدات الازمه الجديدة في الكورونا، ولقينا ان في احتياج متزايد بسبب تاثر دخول الناس والازمه الاقتصاديه كل الناس تعانت منها عالميا مش بس في مصر. فعملنا بعض التعديلات في الموديل عشان كمان تبقى مناسبه للمشتريات اليوميه للناس في المساحه بتاعه ان انا بشتري حاجه في يعني فاتورتي تبقى مثلا في حدود ال 500 او 1000 جنيه، رغم ان ده اللي هو مساحه التمويل المتناهي الصغر، لكن انت كمان تقدر دلوقتي تشتريها وتدفع مثلا اقساط متساويه بدون فوائد مثلا على 4 اسابيع او 6 اسابيع او هكذا. فده بيقلل العبء المادي على المشتري، لكن كمان في بعض التحديات الخاصه بالكريدت ريسك او المخاطر الائتمانيه، واحنا شايفين برضو ان في بعض الحلول الجديده اللي احنا بنحاول نطبقها ونعملها فاليديشن او يعني تقييم في الماركت في النسخه الاولى اللي احنا طلعناها من 3 شهور تقريبا، علشان نقدر ان احنا كمان نقدر ندي حلول ماليه في وقت سريع جدا وباقل الاجراءات، محتاجه حتى تبقى هي يعني زي دوكيمنت ليست، ونقدر ان احنا نوصل لشرائح كبيره جدا من الناس باحتياجات مختلفه. حلو وكمان جدا. من الحاجات اللي احنا يعني زي فاجئتنا ان احنا كنا حاطين اقسام اخرى جنب الطعام في الابلكيشن، وفوجئنا ان هي فيها عليها طلب زي مثلا الكتب، قطاع الكتب وان بيع الكتب بالتقسيط ده قطاع واعد جدا، حتى الكوزماتيك السيدات يعني مصدراتهم من الكوزماتيك في قسم الكوزماتيك. هو ابلكيشن كامل يا احمد صح؟ يعني هو ابلكيشن مصنف لكم نوع؟ الاطعمه والحاجات التجميليه والكتب صح؟ صحيح، احنا عندنا اقسام رئيسيه وتحت كل قسم رئيسي في بعض الاقسام الفرعيه، يعني في قسم للطعام، الطعام ده بيبقى تحتيه مثلا لو اكل فريش جاي من المزارع او عروض للمطاعم او اكل مثلا فروزن
فدي او الجروسري، فدي الاقسام الفرعيه تحت قسم كبير او يافطه كبيره هي الطعام. لكن في قسم مثلا للكتب، فالكتب دي تحت منها تصنيف، في كتب تعليميه، في كتب روايات، في قسم رئيسي تاني مثلا للي هو البيوتي اند ويلنس. احنا حتى في البيوتي اند ويلنس احنا الكورونا خلتنا نحط قسم خاص بالاجهزه الطبيه، فاحنا بنديها ترمومتر، بنديها اجهزه الاكسوميترز اللي هي بتقيس الاكسجين، ودوت كان احتياج اساسي في الماركت بسبب ظروف الكورونا، ان في ناس كثيره كانت بتعالج نفسها او قرايبها داخل بيوتها، فبقوا محتاجين الاجهزه دي. واحنا حاولنا نكسر حتى كمان حاله الاحتكار، يعني حتى جهاز الاكسوميترز اللي هو ثمن الاصلي في السوق بيتراوح من 500 جنيه، بعض الناس استغلت بيبيعوا ب 1500 جنيه، احنا ثبتنا سعره ب 600 جنيه. مهما كانت الازمه شديده احنا قادرين ان احنا نبيعه بالسعر المنضبط، ما نستغلش حاله الازمه علشان نستغل حاجه الناس ونبيع لهم سعر او نبيع لهم منتج باكثر من قيمته الحقيقيه. فده برضو كان بالنسبه لنا، يعني احنا بنحاول دلوقتي في مرحله التجريبيه للابلكيشن ان احنا نلم داتا على اساس الداتا دي احنا نقدر نعرف المفروض نمشي في المستقبل في اي اتجاه، لان في الاخر احنا بنحترم العصر الحالي وهو عصر الداتا. الداتا هي قيمه، هي القيمه الحقيقيه في اي بزنس بيتعمل دلوقتي. مظبوط. طيب احمد، يعني برضو فهمني كده اكتر ايه الضوابط بتاعه الموضوع كله، يعني ازاي بتتم طريقه التقسيط دي في اي قسم من الاقسام اللي انت قلتها، طريقه الشراء نفسها بتبقى عامله ازاي؟ بصي، احنا حاولنا نقدم يوزر اكسبيرينس او يعني تجربه مستخدم لطيفه تخليه ان هو يبقى محتاج يدوس كليك، عدد كليك قليل عشان الاوردر بتاعه يتم. طبعا واجهنا بعض الصعوبات التقنيه في النسخه الاولى، زي اي يعني حتى منتجات الشركات العالميه زي جوجل وغيرهم، في النسخ التجريبيه بتاعتهم اللي هي تسميها البيتا بيبقى فيها بعض المشاكل التقنيه في البدايات لغايه ما نقدر نظبط الموديل تقنيا. بالظبط. فاحنا حاليا بقى لنا حوالي 3 شهور اظن ان احنا قدرنا ان احنا نحل 90% من المشاكل التقنيه اللي بتظهر في اي ابلكيشن جديد، وفي نفس الوقت تجربه المستخدم هنا هي قايمه على سلوك المستخدم، بقى فكره الجيميفيكيشن، يعني الوقت اللي هو بيقضيه على الابلكيشن، عدد المشتريات اللي بيتمها، بناء على ذلك بنحلل الداتا دي ونقدر نقول ان الكاستمر ده يبقى ليه حد تسويف مثلا 300 جنيه، في ان في كاستمر ثاني ممكن يبقى حد التسويف بتاعه 500 جنيه. وكل تجربه شراء ناجحه وسداد ناجحه بتخلي ان حد التسويف بتاعه كمان دايناميك يزيد، فممكن يبقى في ناس حد التسويف بتاعها يوصل 1000 و2000 و3000 جنيه طول ما هو يستخدم الابلكيشن ومنضبط في سداد الاقساط بتاعته. فده احنا الابلكيشن قايم على فكره المكافاه اكتر من فكره العقاب، يعني احنا بندور على المستهلك او المستخدم المنضبط عشان نكافئه اكتر، فيقدر ان هو يشتري احتياجات اكتر وبيمنت، كل ما يشتري معاك بشكل اكتر شويه انت بتدي له عروض اكتر، صح كده؟ بالظبط. طب احمد دلوقتي يعني عايزين نعرف منك ايه اكتر حاجه الناس مقبله عليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي هنا بيتم الشراء؟ يعني انا خلاص نزلت الابلكيشن عندي على الموبايل، تمام، انا عاجبني شنطه، عاجبني اي حاجه من الحاجات اللي انا عايز اشتريها، ازاي بيتم هنا عمليه الشراء والتقسيط؟ انت عندك يعني تقدر تشتري نقدا، يعني تقدر تشتري العروض الموجوده نقدا لو انت عايز تشتريها بالكاش، او لو انت حد التسليف بتاعك اللي موجود على الابلكيشن يغطي قيمه المنتج تقدر تشتريها. يعني انت بتشتريها لي وانا اقسطها معاك، صح كده؟ هو انت بتشتريها من على الابلكيشن، احنا ما فيش ثيرد بارتي، انت في الابلكيشن عارض مجموعه من المنتجات، والمنتجات دي بتزيد بشكل ويكلي، بنضيف منتجات جديده بشكل اسبوعي. فانت المنتجات دي بتلبي احتياجات كثيره مختلفه. احنا مثلا من الحاجات اللي كانت بالنسبه لنا ملفته جدا مثلا ان احنا اكثر صنف بعنا منه في الثلاث شهور اللي فاتت في قسم الطعام كان التين الشوكي. كان ايه؟ يعني التين الشوكي. التين الشوكي. دي غريبة. لأن هو كان في أزمة، غريبة جدا، لأن كان في أزمة إن الناس مش بسبب الكورونا خايفة تنزل تقف على العربية. أيوه. وخايفة إن حد يعطس على أو الراجل اللي بيمسك التين ويقشره بإيده يكون مثلا هو عنده يعني كان في محاذير كتيرة جدا خلت الناس نفسها في التين بس مش قادرة تنزل. إحنا عملنا بعض الترتيبات فبقى التين بيجي لك بقشره بس منزوع الشوك. فبقى اسمه تين لا شوكي وبتقدر يجي لك ده حلو ده. ده حلو جدا، فكره حلوه. بالضبط. طيب احمد معلش بالضبط. فده كان عشان بس برضو نفهم اكتر، هل لازم اي حد بيستخدم الابلكيشن ده او عايز يشتري من عليه لازم يكون في حاجه بكارد، يعني لازم ديبت كارد او كريدت كارد، يعني لازم اي حاجه كده، ولا بيبقى التقسيط ماشي ازاي؟ هو احنا في زي محفظه الكترونيه على الابلكيشن تقدري تشحنيها، سواء بتشحنيها يعني بالفيزا او الماستر كارد بتاعك، او بتشحنيها من خلال خدمات ثوري ومصاري وامان، الحاجات اللي هي الخدمات الالكترونيه. فانت بتشحن الوالد،
فكون ان انت مثلا عندك 100 جنيه في الوالت بس انت عندك كمان اسبوع 50 جنيه قسط، فانت تقدر تخش من رصيدك في الوالت وتدفع ال 50 جنيه القسط. الاساسي ان احنا بنتعامل مع الرقم التليفون والايميل بتاع الشخص عشان يسجل في الابلكيشن. في مرحله يعني من الائتمان احنا بنبقى محتاجين نعمل فاليديشن على الشخص ان هو رقم التليفون المسجل باسمه مطابق لصوره بطاقته عشان نبقى متاكدين. بالظبط، انا كنت لسه اسالك ايه اللي يضمن ان الشخص ده يدفع الاقساط ما يشتريش مره وخلاص يعني. بصي، هو اول احتمال ده طبعا موجود من اول يوم واحنا بنفكر في الفكره، بس هو يعني حتى الدراسات وعلم النفس بيقول ان في الغالب المستهلك اللي هيستلف منك 300 جنيه بنسبه كبيره جدا هو مش تكلفه ان هو ما يدفعهمش ومخاطرها عليه اكبر بكتير من ان هو يلتزم ويدفعهم. لكن لو احنا بنتكلم في حد ائتماني مثلا هنسلف حد مثلا 300,000 جنيه، هنا المخاطر عاليه واحتمال ان هو ما يرجعهمش عاليه برضه. فاحنا بنتكلم في شريحه ان المستهلك اللي بيستلف رقم في حدود ال 1000 جنيه في الغالب هو اكثر ناس التزاما من الناس اللي بتستلف وبتقترض ملايين، هم دول اللي ما بيرجعوش. ناس اللي بتستلف ارقام صغيره تكلفه ان هو ما يرجعهاش ده بيبقى عالي جدا عليه في المخاطر على المستهلك نفسه. وفي نفس الوقت احنا حاطين نسبه في الموديل نفسها تقول ان احنا هيبقى في سيل اوردرز او في ناس هتتعثر او في ناس هتتعثر بالقصد، يعني هو عايز يشتري ويجرب وما يدفعش. فاحنا ازاي السيستم في خلال الفتره الاولانيه دي يعمل فلتريشن للناس ويبتدي هو يتعامل مع الناس المنتظمه يدعمهم اكثر بعروض اكثر، والناس اللي هي مش منتظمه دي احنا رقم واحد الكريدت لاين بتاعه ما بيكملش، رقم اثنين بنفضل فاتحين له الباب موارد ان هو انت بسبب ان انت ما دفعتش ال 50 جنيه القسط دي فانت رايح عليك عروض كتيره جدا كان ممكن تستفيد منها لو كنت دفعت قسطاتك. ففورا لما بيدفع القسط بنرجع نفتح له تاني الاكونت بس بحدود تكليف اقل لحد ما يبقى هو سلوكه منتظم في دفع الاقساط يبتدي حد التفتيش يزيد. فهو الموضوع فيه قدر من الجيمستيشن مع المستهلك علشان نقدر ان احنا نبني موديل مستدام ان شاء الله. حلو قوي، بالتوفيق يا احمد يا رب ان شاء الله، وفكره حلوه وجديده ونورتنا جدا يا ابو حميد. شكرا جدا ليك. شكرا جدا. ابلكيشن كامل فيه كل حاجه دلوقتي. احنا خلاص بقينا في عصر الاونلاين، يعني كوزماتكس ده يخرب بيتنا. يعني هي البنات طبعا اكتر حاجه بالنسبه لها هي هتجريها يعني هي هدفها اي حاجه كوزماتكس طبعا، يعني بالنسبه لهم ده الاساس، وبالاخص كمان لو عليها عروض يا سيدي مثلا وتقسيط يعني فمالناش حاجه بقى يعني كمان. يا سلام بقى لو عيني على الرجاله، يا عيني الكارد بتاع جوزي مثلا، يا سلام مثلا يا سيدي بقى يا ماليش دعوه يلاقي مرتبه بيتخصم انا مالي يا سيدي. فكرة فعلا حلوة، ويمكن يعني بالنسبة لنا أو ممكن بالنسبة لناس كتير ما تبقاش شايفة أنه هو إيه يعني أدفع 200 جنيه في الشهر أو 300 جنيه في الشهر، أو هم شايفين أنه المبلغ ما يستاهلش، ولكن بالنسبة لناس تانية ممكن تبقى حابة ان هي تجرب حاجة او ان هي تشتري حاجة نفسها فيها او ان هي تاكل حتى حاجة نفسها فيها، فاعتقد انه الموضوع هيكون مستاهل اكتر، بيسهل على الناس اكتر. بالظبط.